مشاهدينا الكرام برحب بيكم في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب برحب بيك دكتور اشرف اهلا, أهلا بيك في برنامج أهلا بيك يا عبر الكتاب اهلا واهلا بكل الساده المشاهدين في كل مكان آه بنرحب بمداخلاتكم بنرحب بكل اسئلتكم معانا النهارده في حلقه مباشر آه بنبتدي النهارده اولى حلقاتنا في سفر الخروج اكسدوس سفر الخروج اللي هو يعتبر سفر الفداء بيسمى في العهد الجديد أنه سفر الفداء بما يدور فيه من أحداث تخص العبور وإلى آخره النهاردة هنبدأ هناخد مقدمة بس مقدمة داسمة مقدمة هتفتح السفر قدام عينيك كمشاهد وقدام عينيك كدارس للعهد القديم ولكلمة الله بشكل عام هنكون النهاردة بناخد مقدمة عامة مهمة جداً بتشير لحقائق وبتشير لأهم ما يقدمه هذا السفر. بدعوك عزيزي المشاهد أن تتابع معنا هذه الحلقة الأولى في دراستنا لسفر الخروج. أسيس أشرف سفر الخروج من اسمه حتى باين يعني بيشير لكل ما يدور في هذا السفر من أحداث أشهرها خروج شعب أه. الله من ارض مصر ده كل الحقيقه م. المعروفه اللي هو اول ما بيجي سفر الخروج قدامنا بنفتكر على طول أه. خروج شعب الله لكن حابين حضرتك النهارده تفتح لنا السفر بشكل مختلف وتمهيدا لما سياتي من حلقات قادمه هنشوف فيها حاجات جميله قوي في السفر هو طبعا سفر الخروج يعتبر السفر الثاني في الكتاب المقدس هو بياتي مباشره بعد سفر التكوين وفي الحقيقة هو تكملة للتكوين يعني اللي يقرأ فينا سفر التكوين ويصل إلى الأصحاحات الأخيرة وبالأخص الجزء الأخير اللي بيتكلم عن موت يوسف وكمان يوسف بيقول لإخواته في الجزء الأخير آخر أصحاح في الأصحاح خمسين من سفر التكوين بيقول كده وقال يوسف لإخواته أنا أموت ولكن الله سيفتقدكم ويسعدكم فهو بيتكلم عن إيه اللي الإفتقاد وعن الصعود اللي هو الخروج م. من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف إبراهيم وأسحاق ويعقوب واستحلف يوسف بني إسرائيل قارن الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا يعني فالسفر الخروج بقى بيبدأ مباشرة بعد بعد الكلام دون حتى آه. في الـ التوراة العبرية نفسها احنا عندنا التوراة دي عبارة عن سكرول واحد يعني مخطوطة واحدة كويس الفاصل ما بين صفر وصفر بيبقى عبارة عن مسافة ثلاث سطور آه. يعني يعني مش بيجي بعد كده يقول لك اه انتهى هنا سفر التكوين ثم بدا سفر الخروج مش زي ما بين ايدينا انت انت كده بتنقل عينك من النقله يعني آه. النقله بتنقلها بس ثلاث سطور يبدا على طول بعدها على طول سفر سفر يمكن الخروج يمكن احنا عشان متعودين الكتاب المقدس بيبقى أطلع. بين ايدينا يعني بيخلص بيبدا صفحه جديده بتبدا صفحه آه. جديده اه ف انما سفر الخروج مهم جدا ليه؟ لانه آه يعني بعض العلماء بيقولوا لنا انه لو حبينا نلخص كل مواضيع العهد القديم بنلخصها في الله الفادي بنلخصها في الخروج بنلخصها في الوعد بمجيء المسيح. يعني يعني الله الفادي الخروج والوعد بمجيء المسيح، وطبعا الخروج هو عباره عن صوره مصغره للفداء اللي هيصنعه المسيح عندما ياتي في ملء الزمان. آه فعش كده مهم جدا آه وإحنا آه خلينا أقول عبارة مهمة آه إيماننا المسيحي م. لا يبدأ بتجسد المسيح وبدخوله إلى العالم إيماننا المسيحي بيبدأ من العبارة في البدء خلق الله السموات والأرض كويس وعش كده مهم قوي للأحداث اللي سبقت مجيء المسيح والإعلانات الإلهية أن احنا نتعرف عليها لأنها جزء من الوحي الإلهي فبما أنها هي وحي إلهي فانا مطالب كمؤمن زي ما بيقول الكتاب كل الكتاب موحى به من الله. من الله فانا مطالب اعرف الأشياء اللي اوحى بها الله واللي اتكتبت من أجل تعليمي انا كشخص مؤمن بكل تأكيد وعشان كده لو حبيت احط الموضوعات الثلاثة دول بحطهم بالشكل الآتي م. الخروج و... الخلق والخروج ومجيء المسيح الله الخالق هو هو اللي صنع الفداء لشعب إسرائيل وهو اللي هيصنع الفداء في ملء الزمان عندما جاء شخص الرب يسوع. تعتبر رؤوس مواضيع كبيرة. طبعاً. تشمل العهد القديم كله ولا التوراة بس. تشمل العهد القديم كله. العهد القديم كله. بيتلخص في الخروج الخلق والخروج والمسيح. بالضبط الخلق ده أساس مهم جداً. م. وبعدين تيجي للخروج الخروج ده هنا الحادث ده أه الحادث ده هو أساس كل المعاملات اللي جت بعد كده من, أه من الله مع شعبه م. يعني, يعني دخولهم لأرض كنعان على أساس الخروج أه الإقامة المملكة كان علي أساس الخروج اعطائهم الوصايا والشرائع والناموس كان على اساس الخروج م. الانبياء كلهم كانوا بيعتبروا الخروج هو الحدث بداية. المركزي آه. اللي بيبنوا عليه نبواتهم ودعواتهم للشعب بالتوبه وبالرجوع زي عندنا احنا النهارده في الايمان المسيحي الخروج بالنسبه لليهودي بالنسبه لي انا عندي الصليب كويس فالصليب هو الحدث المحوري الاساسي في الايمان المسيحي م. هو روح المسيحيه م. هو الفداء اللي صنعه المسيح بموته على عود الصليب فبالتالي كل ما جاء بعد الصليب هو عباره عن ريفليكشن او انعكاس او تطبيق او بما أن المسيح صنع كذا وكذا وكذا نتائجه. ينبغي ان نعيش كذا وكذا وكذا م. فالصليب بالنسبه لنا هو الحدث المركزي بالنسبه لشعب اسرائيل الخروج هو الحدث المركزي رائع جدا ما هي الحقائق اللي, اللي, بيقدمها سفر الخروج لنا اللي نقدر نشوف فيها ونلمس فيها أمور جوهرية تخص كمسيحيين ك زي ما حضرتك قلت احنا الصليب شبه الفداء فاحنا في تشابه كبير جدا ايه اللي احنا بنلمسه من حقائق في في هذا السفر كنت في درس كتاب الأربع اللي فات وبعدين كنا بندرس سفر يوئيل <applause> آه وقلت لهم قلت لهم حاجه مهمه قوي قلت للاخوه والاخوات انه آه وانا بدرس اي سفر في الكتاب المقدس لابد ان انا اسال سؤال ايه اللي بيعلمهوني السفر عن الله <applause> يعني يعني السفر ده بيقول لي ايه عن شخص الله لان ده سؤال مهم جدا آه مهم أعرف إمتى اتكتب، مهم أعرف آه الأحداث الخلفية التاريخية، لكن وأنا بقرا السفر نفسه الله هنا بيقول لي إيه؟ وبيقدم نفسه على إنه إيه؟ م. كويس؟ فلما نيجي لسفر الخروج بنجد الله الفادي، يعني الله مش بس اللي خلق في سفر التكوين، لكن الله اللي خلق هو نفسه الله الفادي، ودي م. خلي بالك إنه إنه سفر الخروج اتكتب آه يعني في في من موسى وكان موسى كتب جزء من التوراه اللي هو ال 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 سفر التكوين م. فدايما بيجي سؤال طب هو ليه موسى بما انه هو الحد او الشخصيه المحوريه في الخروج لانه كقائد للخروج ليه ما بداش بالخروج كويس يعني ليه ما بداش بانه يتكلم عن أول أصحاح عندنا في الكتاب المقدس أو أول سفر يبقى هو سفر الخروج. كويس؟ ليه بدأ بسفر التكوين؟ كويس؟ لأنه لأنه هو عايز يقول الله اللي فدانا وخرجنا من أرض مصر هو الخالق أه؟ هو الخالق م. يعني هو يهوى. فبالتالي انظروا إلى أي أعمال عظيمة صنعها الرب مش بس أنه خرجنا لكنه أيضاً هو الخالق لأنه كان زمان آه، الآلهة تعتبر آه، آلهة تخصصات يعني مثلا عندك دكتور بطنة مم. ودكتور مش عارف إيه فانت عندك إله أخصائي ده. خصوبة إله أخصائي ظواهر طبيعية وفيضانات وطو... و... ومش عارف إيه وإله أخر خاص بالشفاء وإله آه، وده كان العادة ده لما حتى لما تيجي للمصريين ده مم. كان العادة يعني إنت عندك كل الالهه الموجوده الفرعونيه القديمه كلها تخصصات يعني انما موسى بيقول انه الله اللي فدانا مش هو مش هو بس اللي فدانا مش هو بس الفادي لا ده الله اللي فدانا هو نفسه يهوى الخالق اللي قال وقال الله ليكن فكان فبالتالي لما يربط الشعب اسرائيل بيربطهم بالله الخالق اللي احبهم وفداهم ودي نقطه مهمه جدا في فهمنا لكلمه الله عشان كده لما بنيجي للعهد الجديد الله اللي فدانا في المسيح هو نفسه كل شيء به كان وبغيره لم, لم يكن, يكن شيء مما, مما كان. لما نيجي بقى الحقائق المهمه مم. اللي بيقوله لي سفر الخروج عن الله كويس؟ اول حاجه لما بقرا مجرد قرايه كده سطحيه لسفر الخروج اول حاجه بيأكدها لي بياكد لي سلطان الله المطلق على الخليقه. ايه الكلام ده؟ يعني ما هو الله إز... الله اذا كان الاله الفادي هو نفسه الاله الخالق يبقى الاله الفادي هيمارس سلطان على الخليقه اللي خلقها واضحه الفكره فبالتالي لما تيجي حتى لما نتكلم عن الجزء ده بالتفصيل لما نيجي للضربات العشر والخروج انه الله مارس سلطانه على الخليقه يعني حول الميه الى دم امر الضفادع انها تاتي آه آه الظلام الضربات آه العشر فيما عدا الضربة الاخيرة التسع ضربات الاولين كانوا مرتبطين بالطبيعة سواء الطبيعة الميه أو الجراد أو الحشرات أو الـ الحيوانات او الظلام الضربات كلها كانت مرتبطة بالطبيعة فبالتالي أظهر الله سلطانه المطلق حتى على البحر لما شق البحر وعبرهم في اليابسه ما بين لما شق البحر، فهذه الخليقه نراها بوضوح في الضربات العشر. كويس؟ انه الله هو اله الخليقه اللي بيعلن نفسه في ارض مصر بهذه الصوره، سلطان الله المطلق م. على الخليقه. لما نيجي بقى للعهد الجديد ونجد يسوع المسيح بيمارس سلطان على الخليقه وينتهر الريح وينتهر البحر و ويمشي على على المياه وتيجي تقول لي ده طبيعي لا ده مش طبيعي ده مش طبيعي ده كل ما هو غير طبيعي ده كل ما هو غير طبيعي ف, ف... وده نفس الاشياء مارسها مارس الرب يسوع سلطانا مطلقا على الخليقه على الخليقه و... وكانه بيشير يعني... الى صوره الله ال... يعني مين يقدر يقول آه. روح يا بطرس واصطاد سمكة والسمكة اللي هتطلع معاك هيبقى فيها استارا ادفع عني وعنك اوكي البحيرة الطبرية دي فيها كام سمك ده, أكل عيشهم ده يعني ملايين ملايين من الأسماك موجودة في بحيرة الطبرية كويس واشمعنى السمكة دي اللي هتيجي يعني, في الوقت يعني ده؟ هتيجي في الوقت دون وهت وهتلقط في الشبكة بتاعت بو سناره بطرس وتطلع ويكون جواها استارا بلعاء ويطلعه منها ويدفع عنه وعن الرب يسوع. يعني يعني ما هو زي ما يقولوا يعني آه لازم نفكر يعني ما بنقدرش ناخد المعجزات دي بالشكل كده بالشكل ده دي ده ده اقل حاجه دي اقل حاجه طبعا اقل حاجه ذكرتها يعني 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 انا بس بقول بقول على حاجه مين اللي يعني يقدر يكون كده؟ وبالتالي ده بيظهر انه المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد. مم. لما نيجي لحاجه تانية بياكدها لنا سفر الخروج. سفر الخروج بياكد ان الانسان مهما كانت عظمته ومهما كان جبروته زي فرعون الا مم. انه مش ممكن ينجح في مقاومته لخطه الله. يعني يعني آه بنشوف في التاريخ البشري كله اناس كانوا جبابره يعني منهم فرعون منهم نبوخذ نصر آه آه اناس يعني كلما شاءوا احيوا كلما شاءوا اماتوا، م. اناس كانت السلطه في في ايديهم ويصنعوا ما يريدون. م. كويس؟ لكن هل استطاعوا ان يقاوموا مشيئه الله؟ لا. م. هل استطاعوا انهم يعطلوا مشيئه الله من ان تتم؟ لا. فرعون ما بكل ما اوتي من قدره وجبروت وامكانيات و و و و و و و الا انه ما قدرش يكمل في في صموده قدام الرب الرب كويس هو قال لهم في البدايه من هو الرب حتى اسمع له واطلق اسرائيل بيستهزا الرجل بيقولوا له الرب قال لنا بيقول لك اطلق شعبي ليعبدني قال لهم مين هو الرب حتى اسمع له واطلق ايه واطلق اسرائيل لكن مهما لكن الانسان مهما كان لن يقاوم خطه الله ومقاصده وده بيطمنا في الاحداث اللي بنشوفها النهارده انه انه التاريخ اللي احنا بنشوفه النهارده ليس تاريخ اعتباطي يعني م. الاحداث اللي احنا شايفينها اه احداث دمويه واحداث شريره والله الله ليس هو صانع الشر م. لكن كمان الله بهذه الاحداث الشريره الله بيقودها لتحقيق مشيئته ومقاصده يعني كل الاشياء كل الاشياء م. فنقدر نطمن ونرتاح. سفر الخروج كمان بيعلمنا ايه؟ م. بيعلمنا انه التاريخ له معنى وغايه. بمعنى ايه؟ احنا ممكن نقرا احداث في الكتاب المقدس نقول ايه يعني ايه الاحداث دي؟ يعني مثلا الله يدعو انسان من من اور ويقول له اترك ارضك وعشيرتك وبيتك وامشي. كويس؟ ويمشي. م. وبعدين الله يقيم معه معه عهد. <م> وبعدين يباركه ويبارك اسحاق ابنه ويبارك <م> يعقوب حفيده وبعدين من يعقوب حفيده يطلع حوالي 70 شخص <م> وبعدين الله يرتب ليهم وده الكلام ده قاله لابراهيم <م> مش بس يعني الله مع ابراهيم في تكوين 15 قال له انه شعبك هينزل في ارض غريبه ويتغرب هناك لمده 400 سنه كويس فالاحداث دي كلها هناك هناك لها معنى ولها قيمه انه احداث اللي بتحصل في حياه المؤمنين ليست بالصدفه مش يعني احنا مش بصدد كتاب تاريخ بيرصد لنا اشخاص مين خلف مين ومين جاب مين ومين م. جد ومين ومين راح اشتغل فين واتجوز بنت مين يعني القصة مش ماشيه كده بالظبط لا ده كل حرف كل جمله كل ايه لها مقصد وفيما بعد بيبان اللي بيركز في كلمه الله عشان كده كل كل احداث الاحداث التاريخيه العابره كانت كانت بحسب قصد ومشيئه الله وفي اشخاص الكتاب ما بيقفش قدامهم كتير لانه ما فيش خطه من خلالهم كبيره صح وفي اشخاص الرب غاص يعني مثلا اخنوخ دايما يعني ما بنعرفش عنه كتير م. لانه سطر م. وكلمه وصار الله مع اخنوخ وبعد كده ما عرفناش م. عنه حاجه ليه؟ لانه اكيد ربنا ما فيش حاجه من خلاله فيما بعد هتخص خطته وفدائه. اه يعني لكن مثلا يعني دعوه ابراهيم م. اختياره لاسحاق، بركته ليعقوب، المجاعه اللي حصلت في مصر، نزول يوسف الى مصر، كل هذه الاحداث بتقود في النهايه انه شعب ربنا نزل مصر وعاش في مصر 400 سنه ولازم يخرج من ارض مصر لانه بقي شعب كبير وهيروح الى ارض الموعد اللي ربنا وعد بيها ابراهيم م. في تكوين 12 وتكوين 15 يعني م. يعني شايف الاحداث كلها بتسير ازاي؟ م. يعني آه بتسير لانه هناك خطه و و و وانه النهارده حتى الاحداث كلها اللي بتحصل وان كنا احنا مش قادرين نشوف لكن انه ليجمع كل شيء في ذاك الذي م. له الكل في الكل م. يعني كل شيء ربنا بيقود لتحقيق مقصد حاجه ثانيه سفر الخروج بيبرهن على فداء الله لشعبه المظلوم م. والمستعبد في مصر انه الله بينظر الى الانسان المظلوم والانسان المستعبد فهو الذي يفدي ويحرر من العبوديه فالله الخالق هو نفسه الله الفادي وده زي ما قلت الـ 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 الخروج هو عباره عن صوره مصغره للخروج العظيم العالم كله من الخطيه ومن الموت اللي صنع الرب يسوع في مجيئه عندما جاء الى عالمنا الخروج كمان اصبح زي ما قلت نموذج للفداء والخلاص بيسوع المسيح ده نموذج للفداء والخلاص بالرب يسوع المسيح التقويم اليهودي والطقوس اليهوديه متمركزه في الخروج يعني يعني بما فيها بما فيها الفصح كويس يعني الفصح يعني من الفصح والاعياد سوري الفصح والاعياد كلها آه مرتبطه ب آه الفصح والاعياد كلها مرتبطه بالخروج مرتبطه م. باحداث الخروج فسواء آه عيد المظال او عيد الخمسين او آه كلها ارتبطت الكالندر او التقويم العبري مؤسس على الخروج مؤسس على الخروج يعني يعني آآ آآ في اليوم ال 14 ده الفصح يعني لولا, من الشهر لولا الخروج الشهر الاولاني ما كانش هيبقى فيه فصح بالظبط لولا الخروج ما كانش هيبقى فيه مظال كل الاعياد دي كل دي الاعياد دي مرتبطه بالجزء المهم ده قبل الاعياد دي كان في قبل الخ... سوري قبل الخروج كان في اعياد؟ قبل الخروج لا كانش في اعياد. ما كانش في كانش اي اعياد رسمية, رسميه لشعب لأنه الله لانه لم يكن الناموس قد اعطي ولا الشريعه م. ولا الاشياء المرتبطه بالاعياد يعني والموازل. كل الاعياد اليهوديه اتاسست بعد الخروج بعد الخروج نتيجه للخروج نتيجه للخروج نتيجه للخروج بالظبط نيجي لجزء تاني بقى برضو مهم م. وهو ايه؟ وهو انه الخروج والفداء من مصر اساس للسلوك في مخافه الرب يعني م. يعني زي ما احنا عندنا الصليب النهارده هو اساس سلوكياتنا يعني لأن المسيح مات من اجلنا كويس فينبغي ان نسلك في جده الحياه لأن المسيح قد قام فينبغي ان نسلك في جده الحياه انه انه سلوكياتنا كمؤمنين مبنيه على عمل المسيح من اجلنا على عضو الصليب في العهد القديم السلوكيات لشعب الرب مبنيه على الخروج مبنيه على انا هو الرب الذي اخرجك من ارض مصر بزراع ممدوده م. العلاقات مع الغريب مثلا هدي لك مثلا ربنا يقول لهم اياك تظلم غريب ليه م. لانك كنت غريبا في ارض مصر كويس اياك ان انت تظلم مثلا نزيل عندك ليه لانك كنت نزيلا في ارض مصر حتى السلوكيات والعلاقات مع الاخرين مبنيه على انه رب اخرجهم من ارض مصر يعني يعني ايات كتيره هتلاقيها في تسنيه وصف العدد بتتكلم عن الجزء ده ليه لانه الاساس بتاعها انا عملت معاك انا صنعت معاك انا خلصتك انا فديتك انا انقذتك طب وبعدين انت كمان لازم تعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة كويس عش عشان كده حتى لما يجي لل, لل... لأصحاح 20 من سيف الخروج أول حاجة يبدأ بيها كويس ما يقولهوش إيه؟ ما يقولهوش لا يكن لك إلا... لا يكن لك آ... آ... آلهة أخرى أمامي لكن إيه إيه الأساس اللي عليه الله بيعطي الوصايا العشر؟ شوف الأساس بيقول له إزاي؟ بيقول أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبوديه. مم. طب ليه الرب قال كده؟ ليه ما بداش لا يكن لك الهه اخرى امامي مباشره؟ بيفكروا ليه بيقول له انا الرب الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبوديه؟ لان سلوكك مم. وحفظك للوصايا تسكير. مبني على اللي انا عملته. مم. واحنا كمان النهارده كمسيحيين مؤمنين سلوكنا وحياتنا مبنيه على اللي عمله الرب يسوع مم. من اجلنا. ولازم يكون مرتبط بيه ومرتبط بيه كويس بيعبر يعني عنه بالظبط آه. فده ده مهم جدا آه رائع جدا بعض الموضوعات حلوة قوي الاسم يعني بيشير لايه بيعني ايه اكتر من المعنى الظاهري آه. اللي احنا نعرفه اللي هو الخروج شعب الله خروج جميل. يعني خروج شعب الله اسم السفر اكيد ليه ابعاد ثانيه يعني آه. اه اسم السفر طبعا آه. خليني اقول ايه؟ انه الاسم هو اللي اتحط اللي احنا معظم اسفار او خليني اقول ايه؟ اقولها بالعاميه يعني لا وكمان بقلب مفتوح اه ما عندناش السفر لما اتكتب ما اتكتبش ليه عنوان اه يعني يعني موسى لما كتب ما كتبش قال سفر الخروج في البدء خلق الله السماوات والارض وما كتبش سفر صف... آه، سوري سفر التكوين في البدء خلق الله السماوات والارض سفر الخروج وهذه اسماء سفر آه، آه، اللوين وقال الله يعني ما قاليش عنوان ما دنيش عنوان للسفر امال عمل ايه موسى بقى؟ كويس العناوين دي جت متاخره مم. يعني حتى حتى انجيل متى أو, أو يوحنا آه، 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 مش مكتوب فوق على اول المخطوطه انجيل متى ولا انجيل مرقس ولا انجيل لوقا ولا انجيل يوحنا كويس في <applause> اشياء بنقدر نعرفها من السفر من الكاتب ومن التاريخ واضحه الفكره فلما بنيجي النهارده نحط الاسفار بنحطها بالاسماء دي اول بدايه للاسفار دي اول بدايه ليها كان مع الترجمه السبعينيه اللي تمت في القرن الثالث قبل الميلاد وكانت ترجمه النص العبري الى اللغه اليونانيه. كويس؟ اليهود كان في يهود كتير عايشين في اسكندريه. م. بالاخص يعني من ايام السبي واليهود تشتتوا اللي هو السبي البابلي منهم عدد كبير راح في بابل ورجع تاني لاورشليم ومنهم عدد تاني راح وعايش في مصر وروما و فاللغه اللغه اللي كانت موجوده زي ما نقول زي الانجليش اللغه العالميه كانت هي اللغه اليونانيه م. ومصر كان فيها اللغه اليونانيه القديمه طبعا يعني ده قبل اللغه القبطيه والى اخره فاللغه اليونانيه كانت هي اللغه لغه الفلسفه لغه العلم لغه القانون ففي يهود كتير عايشين في اسكندريه اليهود دول انجبوا اولاد الولاد دول اصبح العبري بالنسبه لهم لغه صعبه لانهم بيتعلموا في مجتمع بيتكلم اللغه اليوناني زي زي مثلا ولادي او اولادك الى اخره لما بيعيش مثلا لو عايش في امريكا يتكلموا انجليزي م. كويس اه بيفهموا عربي بس العربي بتاعهم مش زي العربي بتاع آه مثلا ولاد اخواتي اللي عايشين في مصر او غيره زي عربي يعني الخواجات يعني. زي اه يعني عربي مكسر خبيبي. يعني آه فبالتالي حبوا حبوا ينقلوا كلمة الله حبوا ينقلوا كلمة الله بالعبري ينقلوها إلى اللغة اليونانية عشان م. الولاد الجيل الجديد يقدر إيه فترجموا الكتاب المقدس العهد القديم إلى اللغة اليونانية لما جم المترجمين حطوا بقى إيه حطوا عناوين آه. آه لقي مثلا في البدء فبالإنجليش تبقى جينيسوس يعني بدايات فحطوا آه ده سفر البدايات في ده صفر اه صفر ده بيتكلم عن خروج شعب اسرائيل اه إكس يعني دوس. يعني تسمية الصفر باسم التكوين او الخروج او الى اخره ده من وضع المترجمين وضع من وضع المترجمين المترجمين هم, هم اللي حطوا اول اول محاوله بعد قراءه, للصفر, بعد قراءة استخلصوا للصفر استخلصوا اسمه بالظبط بالظبط طيب, آه طيب ناخد ناخد طيب مداخله تليفونيه معانا وبعدين نكمل آه معانا اخونا زكريا من المغرب اهلا وسهلا اهلا سلام ونعمه اهلا, أهلا بك اهلا زكريا الله يحفظك انا اشكركم على برنامج عبر الكتاب الذي يقدم للمشاهد نبدأ حول مضامين الكتاب المقدس يعني العهد القديم والعهد الجديد اشكركم على البرنامج يعني شكرا أهلاً. اخي زكريا اشكرك أهلاً. شكرا لك تفضل المستوى الاكاديمي يعني ممتاز ربنا يبارك فيك اما شكراً. هنا بالمغرب على حساب موضوع أطلق شعبك ليعبد الرب حنا يعني هنا الحريه الدينيه متاحه للجميع ولكن في حدود يعني كل واحد okay. يمارس حقه دون المساس بحريه الاخرين يعني mm. يعني انا والاخر يعني كيف تتعامل مع الاخر يعني دون ما تمس حريته نمارس حريتك و دون خدش او نصف لحريه الاخر يعني هنا وعاش المغرب وعاش الملك يعني, يعني الله يحفظه محمد السيد يعني يعني هنا في المغرب الحريه الدينيه يعني متاحه للجميع انا انا وعاش انا عاش أنا، المغرب انا, أنا،, يعني أنا شوية. المغرب احسن بلد آه. العالم. شويه شويه متابع انه غالبا في حريه دلوقتي افضل من زمان كمان صح نعم يعني الدستور الجديد الدستور الجديد اللي يقتل حرية آه الحرية للجميع حرية للأشخاص للمرأة آه آه أخ زكريا أنت عابر الملك هاش الملك يعني أحسن دولة في العالم العربي دولة المغرب آه آه آه, آه بقى لك قد آه إيه بقى لك قد آه إيه بقى قد المغرب هو المغرب على المستوى الاكاديمي هو ممتاز آه. ممتاز حريات طيب نشكر ربنا عاش المغرب. عاش المغرب نشكر المغرب نشكر ربنا عاش الملك محمد السادس آه. آه. نشكر ربنا لاجل الحريه اللي موجوده في المغرب وعبال بقيه البلاد العربيه آه. الرب يفتح العقول والقلوب اكيد آه. شكرا يعني و... جدا اخ زكريا. الدول العربيه لن تجد مثل المغرب كاحسن أيوه. دوله في العالم العربي. ربي يبارككم. يعني دوله آه. في عقل واكاديميا تحترم حريات الاشخاص وهنا المغرب الحداثي المغرب يتحرك يعني المغرب عاش المغرب. عاش المغرب آه. ربي ربي يباركك ويحافظ على المغرب شكرا شكرا ليك آه كنا بنكمل في المعنى م. و م. والدلاله اللي حضرتك شرحتها آه. يعني إزاي ف... آه. بس انا عايز اشرح الجزء ده لانه مهم قوي لانه آه. يعني العناوين او تسميه الصفر الأس... تسميه الصفر ده عمل بدا مع المترجمين عشان يسهل يعني يعني يسهل للقارئ حتى آه. حتى تقسيمه الاصحاحات وتقسيمه الايات ما كانش يعني, يعني انت لما بتيجي بت... مثلا منفصله كده كان نفسي يبقى موجود معايا معايا صوره مصغره يعني مم. مم. بس لما تيجي مثلا لل... لل... للسكرولز اللي موجود فيه مثلا سفر ال... موجود عليه مثلا الت... التوراه كويس فانت اه يعني جزء زي الموجود على الخلفيه هنا دي. آه آه. انت بتفتحها مش بتلاقي فيه آه آه ايه رقم كذا واصحاح رقم كذا مم. يعني كله آه كلام انت كلام ببعضه. متواصل مع متصق بعض ملتصق ببعضه آه. الى ايات او تقسمته الى آه انه دي تبقى ايه آه. ده لكي يسهل للقارئ مم. يعني النهارده لما انا مثلا اه في ايه بتقول هكذا احب الله العالم موجوده في انجيل يوحنا بس انا عايز اسهل لك تلاقيها فين يعني ما انت مش هتم يعني ممكن اقول لك انجيل يوحنا بس عندك انجيل يوحنا آه كبير مم. فانا عايز اسهلها لك بحيث ان انت لما تروح لانجيل يوحنا آه تقدر ان انت بسرعه توصل, توصل, توصل لها اه فبقول لك اصحاح ثلاثه وعدد كام؟ 16 اه اروح انا مطلع ادي اصحاح ثلاثه وعدد 16 ثانيه طول. واحده اطلعها فاصبح بالنسبه لي انا متوش. او حتى لما اكتب الشاهد لو بعمل بحث مثلا وبكتب شواهد فبقول انه كما قال آه الرسول يوحنا في الاصحاح الثالث وفي الايه 16 م. فانا يعني مر ده, ده 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 ما يقللش او يشككنا كل ما هو قديم آه. كل ما هو قديم كتب آه. بهذا الشكل آه. يعني انت انت لو خدت آه يعني كل ما هو قديم كتب بهذا الشكل لانه ده كان اسلوب الكتابه وده مفيد ده آه. فدنا ما ضرناش يعني انه اسم السفر بيدل على المحتوى اللي محتوى اللي جواه وانه كل آية منفصلة عن الآية اللي بعدها او اللي قبلها ده بيخليني في وحدة موضوع منفصل واضح حتى لو حضرتك بتكتب خطاب لحد بتحط راس الموضوع آه. بتحط جملة وتحط نقطة بعدها او كومة او فاصلة وتفصل ما بين الفكرة والتانية هو طبعا هو طبعا يعني ليه ميزات كتيرة م? يعني يعني ليه ليها ميزات كتيرة بس م. انا في نظري كمان ليها عيوب كتيرة <تصفح> ليه بقى؟ يعني يعني آآ آآ لأنه ده عمل بشري اه كويس فممكن اللي قسم الاصحاحات ما قسمها صح الوقفات بتاعته الفواصل يعني مثلا ايه مفروض انه يقفل لحد هنا مثلا آه السفر مفروض ده المفروض في 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 تتابع للفكر ماشي آه. التتابع ده تمشي معاه هو جه في النص وراح عامل لك ايه اصحاح خمسه مم. يعني كان انت ماشي بتقرا في اصحاح اربعه المفروض يكمل مع لان الفكره متكامله راح هو قفلوا على انت النهارده لما تيجي تقرا تحس ان اصحاح اربعه ده مختلف عن اصحاح خمسه بدي لك انطباع بس انا عمري ما حسيتها دي ما هو يعني <applause> يمكن عشان انا مش ضليع زي حضرتك مثلا <applause> آه لا يعني بس الناس الغلابه اللي زيي عايزين واحده واحده علينا يعني اصحاح اربعه اصحاح خمسه كده آه انا ما أقول يعني انا طبعا يعني لانه لانه عمل بشري يعني مم. مهما كان فهو عمل بشري وبسط بيبقى بسط, بسط المواضيع آه. بسطها وده شغل كمان لان شغل الترجمه بيبقى شغل متعب جدا ومرهق جدا لكن اسم السفر فاللغه اليونانيه بس الترجمه السبعينيه اكسدس وكلمه اكس معناها اوت يعني يعني لا يعني يعني اكزت اوت اوف يعني انت خارق اخرجك من من كويس آه آه فتعني الخروج او الرحيل آه يعني ده ده المعنى بتاعه اكزت بالظبط آه انما لو جيت للنص العبري بقى آه وده يمكن اشجع الاخوه المشاهدين انه لما يجي آه. يقرا الأسفار الخمسه بالاخص اسفار موسى الخمسه م. عنوان السفر في النص العبري او في الكتاب التوراه اليهودي آه. كويس آه عنوان السفر هو اول كلمه في السفر ده كل العهد القديم كده لا الأسفار الخمسة. موسى الخمسه بس آه. فلما بتيجي مثلا للخروج بتلاقي في البدء برشيت أول, اول كلمه فعنوان سفر بالنسبه لليهودي لما انا النهارده اروح لشخص يهودي اقول له في البراشيت ففي سفر التكوين ففي يعني هو ما عندوش زينا كلمه التكوين سفر التكوين لا هي اسمها براشيت آه. كويس هو عارف انها التكوين لانه من الترجمه السبعينيه وطالع انت بتتكلم على اكثر من 2000 الفين سنه 2200 الفين سنه يعني معروفه لكن هو بالنسبه له هو الاسم العبري للسفر براشيت آه. الاسم العبري مثلا لسفر آه سفر الخروج, الخروج هو وهذه اسماء ليه لانه سفر الخروج بيبدا, بيبدأ بيقول لك ب... ايه وهذه اسماء آه. اسماء مين اسماء ابناء يعقوب واسره يعقوب اللي نزلوا الى مصر طب سؤال يعني آه. ليه ليه السب... الس... من ترجم الترجمه السبعينيه اليهود بتوع اسكندريه حضرتك قلت عليهم ليه ما سبوهاش زي ما هي بأسماء آه العبرية ليها هو كنوع من التبسيط لأنه آه. يعني آه كنوع من يعني ليه التبسيط يعني ما في البدء وفي هذه أسماء وكده لأنه يعني آه بالنسبة للقارئ الـ للقارئ, الـ للقارئ اليوناني مم. it doesn't make sense يعني آه هذه أسماء امم اوكي إيه؟ ما هذه اسماء آه. اليهودي بقى عارف يفهمها أكتر. لان اليهودي عارف انه هذه اسماء بني يعقوب دول اللي نزلوا مع يوسف فيبدا يشوف الامه دي كبرت ازاي وربنا عمل معاها هي هذه اسماء طب نقف أم عند جدا. هذه اسماء طبعا ونكمل بعد كده <applause> <applause> معانا في تليفون معانا الاخ سيف من العراق اهلا بيك اخ سيف مرحبا مرحبا اهلا بيك <applause> بس عندي هو تعليق بخصوص تفسير كتاب القرآن بالنسبة للمسلمين كثرة التفاسير أركت الدين الإسلامي أركت حتى المسلمين لا يعرفون على أي آية يعتمدون فاكتشفنا من قناة الحياة من الأخوة أنه كلام الله لا يمكن أن يفسر <applause> كلام الله ايه لا يمكن لا يمكن ان يفسر الو انت ما زلت معانا يا سيف قفل آه. طيب شكرا يا اخي سيف انا مش فاهم يعني ايه كلام الله لا أنا يمكن سؤال آه, اه اه اوكي هو بيقول في البدايه اسيس انه كثره إن التفسير في المفسرين في القران ارهاقه القران فبيقول انه يعني الصح ده اللي انا فهمته انه كثره التفاسير ارهقت بترق بترهق النص الديني فما فيش نص ديني يفسر يعني تسيبه زي ما هو كده آه يعني التفسير رأيك. التفسير دايما نقول التفسير هو مجهود بشري م. لفهم النص م. اي تفسير يعني م. يعني اي تفسير مهما كان هو السؤال هو يعني هو ربنا لنا ليه؟ ما انا ما الفكره ايه؟ اي تفسير زي ما احنا دايما نقولها كده في علم الـ 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 التفسير انه التفسير هو ايه؟ التفسير هو محاوله بشريه لفهم النص. م. فانا النهارده جيت الى بتكلم عن مش سيب القران لانه في عندنا اخصائي آه آه آه. انا اتمنى انه يسال السؤال ده مثلا في برنامج الاخ وحيد او الاخ م. رشيد او غيره. م. م. مثلا جيت لسفرة التكوين الخروج مثلا م. وانا قدامي نص. النص اه لما بقراه ممكن بتعلم منه اشياء بالتاكيد بس في اشياء انا محتاج اعرفها. يعني يعني في 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 مثلا امور محتاج اعرف خلفيتها محتاج افهمها محتاج ارجع للغه الاصليه طب الكلمه دي لما ذكرت باللغه الاصليه بتعني ايه مش الترجمه كويس فالتفسير هو محاوله مني انا لفهم النص واعتقد انه كل محاوله لفهم النص اذا كانت محاوله جاده تسعد قلب الله بالنسبه لي انا كمؤمن ليه؟ لان انت النهارده بعت لي جواب قلت لي اسيس اشرف انا بعت لك الجواب ده كويس؟ لو انا قريت الجواب ده وفي كام حاجة, حاجه انا مش فاهمها اقول خلاص بقى ما هو يعني خلاص قريته بس في كام حاجه انا مش فاهمها كويس؟ لكن لو انا في لو انا مهتم بيك ومهتم بكلامك انا كل كلمه حاول افهمها طبعا ليه؟ لانه انت غالي عندي وانا مهتم بالكلام اللي انت بتقوله لي ده انا هقرا تاني وتالت ورابع وده علاقتنا مع الكتاب المقدس، الكتاب المقدس هو رسالة الله للإنسان، طب رسالة الله للإنسان دي يبقى أنا حاول وده ده على فكرة ده اللي بيخلي يعني دايما علماء اليهود يقولوا لنا إيه؟ يقولوا لنا إحنا مختلفين عنكم في اقترابنا للنص، إزاي؟ يقول أنا بقترب للنص كشخص يهودي مثلا، أنا بقترب للنص أو للتوراة كأنها رسالة حب من الله ليا. كويس؟ فأنا بكل جزء فيها يمكن بحفظه بعرف عارف هم بيعدوا الكلمات ويعدوا الحروف ويوصلوا إلى الكلمة الوسطانية والحرف الوسط في التوراة يعني يعني بيتعامل معاها بطريقة عشق. مش سطحية بطريقة عشق بيفسسها مش لأنه حابب التفسس لا هو حابب يفهم حابب م. يوصل إلى, إلى العمق اللي فيها وأعتقد كمان حاجة تانية يعني أنا لما أؤمن بالنص الديني ده اللي هو المفروض إن أنا بآمن بيه ده عقيدتي صح؟ طيب إزاي أنا هآمن بيه إلا إذا كنت قبلها حطيت النص قدام عينيك فهمته وفهمته وشبعت بيه واقتنعت بيه مش عشان بابا وماما مؤمنين بيه لأ ما أنا ممكن يكون بابا وماما مؤمنين بيه فهمش وراهم وخلاص زي القطيع ولا أقعد قدامه أستوعبه ممكن ما يدخلش دماغي ممكن ما بحريه اختياري بعد قتن بعد قراءتي ليه ما, ما اقتنعتش بيه فحلو او قوي ان انا اناقشه علشان اؤمن بيه وبعد ما اؤمن بيه اعمل بيه عن اقتناع وعن فهم وعن تشغيل مهم عقل آه والتفسير ده آه بيدل برضو على في عقل شغال مع النص آه الديني مش آه آه يعني, آه آه يعني, يعني ده ده مهم فاحنا كده وصلنا الى الاسم صفر آه خلصنا رائع جدا يعني آه آه حضرتك يعني قلت لي قبل الحلقه انه سفرتك التك... سفر الخروج له تقسيمات مختلفه اها <applause> <applause> و... وتفيت... والتقسيمات كلها صح آه. بس هي اشكالها مختلفه آه. فممكن حضرتك تعرض لنا ده آه. يعني انا هعرض بس حاجتين تقسيمتين ممكن في تقسيمات كتيره اي كتاب تفسير ممكن تفتحه يقول لك آه. في ممكن يتقسم كذا وكذا 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 م. انا احط مدرستين محددين من, ال... من ال... آه. آه. ده التقسيمه الاولى التقسيمه الاولى ثلاث نقط بس سفر الخروج اسرائيل في مصر آه. وهذه اسماء بني اسرائيل تلاقيها من اول اصحاح واحد لحد لما آآ آآ خدوا بعضهم كويس وبداوا يخرجوا م. كويس و وخرجوا و وانتهى الخروج بتاعهم من مصر بترنيمه مريم وتسبيحه مريم وعبرهم للبحر وركبه. فاسرائيل في مصر أول جزء. م. إسرائيل بقى من مصر إلى سينا. من مصر إلى إيه؟ إلى سيناء من من مكان الخروج نفسه. من مكان الخروج. آه. كويس؟ بدأوا بقى إيه يدخلوا سينا ويمشوا في سينا. وهنا بنشوف الجزء ده إنه من مصر إلى سينا ونشوف بقى زي ربنا كانوا عطاش وأسقاهم واهتم بيهم حتى ما وصلوا إلى جبل. رحلة العناية. إلى إلى إلى, إلى وصلوا إلى م. الجبل. اللي قطع هيقطع الله معاهم في عهد جبل سينا وبعدين اسرائيل في سينا كويس قعدوا بقى هناك وهناك بقى ايه خدوا الوصايا والناموس وكل الشرائع المرتبطه بخيمه الاجتماع وهناك كمان عملوا حاجه غلط عبدوا البعل وربنا ادبهم فاسرائيل في مصر من مصر سينا اسرائيل في سينا دي تقسيمه سهله تقسيم قوي سهله آه. كويس التقسيمة الثانية التقسيمة الأصعب بقى أصعب بنجد عمل الله الخلاصي تحرير م. من العبودية من واحد ل 14 شوف الله إزاي تدخل إزاي إنه دخلوا في مرحلة العبودية وبعدين الله أقام موسى وإزاي ربنا أعد موسى وموسى هرب وربنا دعا موسى وبعد لما دعاه نزله إلى مصر هو وهارون وبعدين نجد ضربة ورا الثانية ورا الثالثة ولا الرابعة والخامسة الخامسة إلى إلى آخر نجد عمل الله عمل الله الخلاصي بعدين بنجد تجاوب الإنسان للخلاص هنا بعد لما عبروا البحر طبعا وعبرهم للبحر ده هنتكلم عنه بالتفصيل لأنه ده عمل مهم جدا 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 وفي الخلاص عمل الله في العناية بقى الله اهتم بيهم أول ما وصلوا إلى سينا تجاوب الإنسان الطاعة من خلال الناموس كويس وهنا التعدي والتجديد إزاي تعدوا على بعبد البعل وربنا جدد العهد معاه. دي تقسيمه تفصيليه أكتر شويه. تفصيليه دقيقه شويه. الاولى يعني خطوط عريضه لل بالظبط ثلاث خطوط عريضه للصفر كله. يعني حطينا الاثنين حلو اوي والمشاهد حابب يذاكر بقى يختار ايوه تمام موضوع الصفر انا عارف موضوع الصفر موضوع الصفر كبير يعني آه طيب موضوع صفر اه طبعا يعني احنا المره دي هنعمل زي ايه؟ نتكلم نظره عامه اه إحنا والمره بن... الجايه هنبدا يعني بقى من اول اصحاح واحد وناخد سكشن سكشن يعني تقدم من مش اكتر آه بالظبط من صفر الخروج مم. لو اتكلمنا عن موضوع صفر الفداء والحريه الفداء لم يكن قصد الله للانسان ان يعيش عبدا لا عبد للخطيه ولا عبد لاخي الانسان كويس؟ يعني ده ده الله لما خلقني وخلقك خلقنا على صورة انه وقال الله نعم الانسان على شبهنا وعلى صورتنا و و وبالتالي القيمه الحقيقيه لي وليك هي انه آه مخلوقين على صوره الله ولهذا آه لم تكن خطه الله ليا او ليك الاستعباد سواء للخطيه او الحكم بالموت نتيجه الخطيه او الاستعباد لانسان مهما كان عشان كده ان العبوديه والتسخير لشعب بني اسرائيل في مصر هو في الحقيقه من المنظور الروحي صوره مصغره لوقوع البشريه كلها في قبضه ابليس عدو كل بر فاصبحنا عبيدا للخطيه وده مره ثانيه بنشوف ان موضوع الفداء والحريه مش بس موجود تحقيقه في المسيح لكنه ليه ظلال كبيره جدا في العهد ليه ظل في العهد القديم وهو من خلال العبوديه اللي عاشها شعب اسرائيل. حاجة الثانيه ولاده شعب ولاده شعب ربنا قال لابراهيم كده نسلك هينزل الى ارض مصر وهيتغرب هناك طب ليه عشان هناك هيكبر يبقى امه شعب اسرائيل ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف وفتره طويله كان مجرد اسر مجرد قبيله صغيره امتى بقي شعب مصر ما نزل مصر كويس يعني بنقول انه مع الم... اضعف الايمان حوالي 2 مليون شخص خرجوا من ارض مصر وقت الخروج وقت الخروج م. يعني الكتاب قال لنا 600 الف كويس 600 الف رجل م. طيب 600 الف رجل انت بتبدا العد بعد 20 سنه كويس ف600 الف لو قلت 600 الف متجوزين كمان 600 الف م. امراه بمعنى م. ان الواحد بيتجوز واحده بس م. وعندهم كل واحد عيل عنده واحد ولد. يبقى انت عندك 2 مليون اضعف الايمان نقف عند دي نقف عند دي وناخد تليفون معنا الاخ جورج من كندا. الو سلام الرب يسوع. اهلا بيك سلام المسيح اهلا وسهلا. أهلاً بيك. أهلاً بيك. سلام الرب اخي دكتور اشرف مقدم البرنامج انا اسف ما عم تذكروا الاسماء الأخ, الاخ بيتر الاخ بيتر الاخ بيتر yes. شكرا اخي بيتر. Okay. أه. انا بشكرك اليوم مع البرنامج انا تعلمت اليوم شيء جديد بالنسبه لتقطيعات وعناوين الاصحاحات وال وال يعني المكتوبه في الكتاب المقدس الشيء اللي كنت له اخي اشرف هو يعني تاملاتك فعلا في محله لانه الرب يسوع والرب الاله انا الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر لانه في البشريه هي عمليه النسيان تذكر صح. العمليات اللي المعجزات اللي عملها الرب يسوع آه. كلها اغلب الذين قالوا دمه علينا وعلى أولادنا صح. أغلبهم كانوا أنا واثق قد عمل في في وقت من الأوقات معجزات فلذلك ذكر حتى يذكر الأجيال القادمة لألاف السنين عندما يقرؤون يتذكرون ماذا فعل معهم الرب أنا يعني وبعدين مو بس أنه هيك أنه اللي كنت كم أقول كمان الأخ اللي اتصل من العراق لأنه دائماً كل ما أعطي كتاب وخاصة لمسلم وأعطي كتاب للإنجيل يقول شو هذا يا رجل هذا كتاب بسيط جداً أنا أقدر ألف مثله أقول له الواي إذا فيك تألف <applause> يعني يقول لأنه الكلام البسيط مش كلام الله لازم يكون كلام معقد, معقد. أيه. أيه. كلام لا يفسر عرفت أيه. عليه مثل ما يقول وبعدين الشيء اللي أرجع انبهه كمان أخي دكتور اشرف أنه في المغرب نشكر الرب يسوع أنه الآية التي تقول من ارتد عن دينه تقتله أهم. فلا أساس لها اليوم في قانون وقضاء المغرب أه لأنه آ... 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 أعطوا الحريات الكاملة لي... totally. لي... لكل الديانات أه وهذا الشيء أنا أتمنى مثل ما تقول أنه تكون عامة في البلاد العربية أم. التامة أم. بس بالحقيقة بالحقيقة أقول لك أنه أنه الإنسان دائما ينسى صح. حتى صح. ما فعله الرب يسوع مع العشرة yeah. رجع منهم واحد فقط يعني بالمئة, عز... بالمئة عشرة إذا رجعوا وشكروا الرب لأنه دائما ننسى وفي أغلب الأوقات عندما ننسى عندما نكون مؤمنين يا دكتور أشرف آه. أما أن نكون نتمادى بحبه أيوة. وأن... وأن ننتظر ماذا سيفعل أو آه ننسى فقط آه آه أنه مصلحة فقط دي شكرا حاجة. شكرا يا اخي جورج نورتنا لا, لا 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 شكرا صح. ليك فعلا زي ما قال الاخ جورج شكرا. حتى داوود بيقول في مزمور 103 بارك يا نفس الرب وكل في باطن يبارك اسمه, اسمه القدوس بارك يا نفس الرب ولا تنسي تنسي كل حسناته قافت حارتنا النسيان آه. اه الشركه كمان مع الله موضوع مهم جدا اما ربنا مش بس بيفدينا الرب بيقيم علاقه معانا ودي حتى في الإيمان المسيحي جوهرية جدا، إنه الله مش بس بيغفر خطايانا، الله بيجعلنا أبناء ليه يعني مم. يعني عائلة الله عائلة الله لذلك قل لبني اسرائيل انا الرب وانا اخرج اخرجكم من تحت اثقال المصريين مم. وانقذكم من عبوديتهم واخلصكم بذراع ممدوده مم. وباحكام عظيمه واتخذكم لي شعبا مم. واكون لكم الها فتعلمون اني انا الرب الهكم الذي يخرجكم من تحت اثقال المصريين. رأي. الرب الذي يفدي بقى وده جزء مهم جدا بنجده في سفر الخروج هو الرب الذي يفدي هو نفسه الرب الذي يرى ويتذكر يعني قد رأيت مزلة شعبي كويس في أرض ما سمعت صراخهم طب يا رب يعني هتعمل ايه هنزل بقى عشان ايه أفديهم أفديهم يعني فالرب بيسمع النهاردة أوقات كتير نقول هل الله يسمع صراخ المتألمين بالأخص في عالمنا العربي للمشتتين والمطرودين والمنبوذين والمكروهين والمتألمين والمجروحين م. الله يسمع الله يسمع طب ليه ليه ربنا مش هيتدخل هيتدخل بس في وقته ده مش بس بيسمع ده في ضيقهم بز... يتضايق يعني بالظبط بيشاركهم الآمهم فالحاجه الثانيه قراه الذي الل يفدي هو نفسه الذي يدعو هو اللي دعا موسى م. مش شعب اسرائيل هو اللي راح دعا موسى م. ده هو اللي اعد موسى ده هو اللي جهز ليهم موسى وأعدوا وهذبوا بكل حكمة المصريين فالله حتى في الوقت اللي شعب إسرائيل كان معتقد أن الله صامت الله كان بيعمل يعني يعني اه لما لما فرعون قص قلبه وعمل شعب اسرائيل بالقسوه في نفس الوقت اتولد موسى وفي نفس الوقت الله كان بيحافظ بيحضر. على موسى وفي نفس الوقت ربنا قاد الصف بتاع موسى يروح لعند ابنة فرعون كان الله بيصنع شيء بس يمكن الناس مش شايفاه ده اللي بيظنه دايما الشرير بيزنه. وقت شره ووقت ذروه شره بيظن انه هيفضل قبضته كده على آه. المظلوم مستمره وهيفضل افتراءه مستمر ما يعرفش انه هو خلف الستار ماذا يحضر بيصنع. الله وماذا يجهز الله عشان كده كمان الله اللي بيفدي هو نفسه الله اللي بيدين يعني يعني ليه الدينونة وليه أنا أجازي يا كل الرب مم. امتدت يد الرب على مصر والمصريين بالدينونة فضرب مصر وآلهة المصريين بعشر ضربات جعلت أرض مصر ترتجف وقلوب المصريين تذوب مم. الله بيدين كويس حاجة الأخرى الرب الذي يهتم هو نفسه الذي يهتم بالمفديين يعني ربنا فداهم ما لهمش بصوا أنا طلعتكم بقى خلاص برا مصر وإنتوا بقى إيه كفوا <تكت target> نفسكم بقى, <تكت Việt> بقى وصلوا الى ارض كنعان، طب الرب رب هتسيبنا في البريه دي مين هياكلنا؟ انا لا انا ماليش علاقه بيكم. لا ده ده اخرج لهم من الحجاره آه من الصخره ميه، م. ده جاب لهم المن م. كل يوم صب... كل, صب... كل صباح كان المن بينزل، ده جاب لهم اكلهم حتى ن... ن... الصنادل الـ... في ارجلهم لم تبلى يعني ثيابهم لم تبلى. فالرب كان بيهتم بشعبه وده احنا كمؤمنين اذا كان الله الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين فكيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء الله بيهتم بينا وبيرعانا الرب الذي يقطع عهد طبعا والله الذي يسكن في وسط شعبه دي حاجه جميله جدا بنجدها في سفر الخروج اختم بجزء اتفضل مهم اولا نختم بيه والجزء ده يمكن لما بنقرا بن بن بنقول دايما بيجي سؤال هو ليه ربنا وداهم مصر؟ اشمعنى مصر معنى مصر يعني بالظبط يعني م. يعني طب ما هو عارف ان مصر هتبقى فيما بعد بلد قاسيه جدا م. بس ليه ربنا انزل شعبه بمصر؟ مع العلم وجود الحثيين فوق عند تركيا ووجود ايضا الكنعانيين طب ما هم كانوا عايشين في ارض كنعان طب ما يخليهم في ارض كنعان ويحاول يحوط عليهم شويه ويرعاهم و... ويكبروا يبقوا شعب كبير، وبدل ما ينزلوا مصر ويتعبوا ويتعبوا مم. وبعدين تطلعهم من بره مصر وتديهم ارض كنعان تاني، طب ما كانوا كبروا وزي زي زي, زي سوري يعني زي الكانسر لما بيكبر يروح مستولي على ايه؟ على المنطقه آه. كلها، كويس؟ ليه ربنا اختار مصر؟ مم. أنا سألت سؤال ده زمان لما كنت بدرس سفر الخروج، مم. كويس؟ واشكر ربنا انه كان لي اساتذه علماء فعلا اجلاء ساعدوني في اجابه السؤال دوا اول حاجه عرفتها انه مقارنه بارض كنعان ارض كنعان ارض تعيش على المطر ما فيهاش انهار كان فيها نهر الاردن هو ده الوحيد اللي جاي من بحيره جاي جاي من بحيره طبريه ونازل بيصب في البحر الميت فده نهر الوحي وده النهر ده هو نهر صغير جدا وطول السنة جاف يعني م يعني ممكن تعديه تمشي تمشي فيه برجليك مصر مقارنة بأرض كنعان هي البلد اللي عندها اكتفاء ذاتي من حيث الأكل والشرب أولا معتمدة على نهر النيل نهر النيل بيفيض كل سنة مصر هي هيبة النيل هم سكنوا في أرض الدلتا اللي كلها زرع وخضار وعمار و... و... وخير كويس ومراعي فال اكن ال... ال... ربنا خد ال... 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 البويضة صغيره وحطها في رحم تكبر م. فخد الاسره الصغيره دي وملقاش رحم في العالم ده كله اكثر وفره وغنى من ارض مصر وحطوا فين وحطوهم في ارض مصر دي اول حاجه فكانوا بياكلوا بيشربوا وبيرعوا الغنم وعايشين يبقى أكل ومرعى وخلفة يعني الجانب المعيشي الجانب يعني المعيشي, المعيشي ده يعني كل اللي عليهم ده يجيبوا عيال كبير اه بالظبط الجزء ده حاجة تانية أرض مصر مش بس إنها فيها اكتفاء ذاتي فيها حماية كمان دايما شوف مثلا إبراهيم حارب في في في, في لما كان في كنعان كويس جم الأربع ملوك وخدوا لوط ومش عارف إيه و, و كمان برضو واجه تحديات كثيره و وحتى يعقوب واجه مخاطر تهديدات كتير مخاطر ففي مخاطر كثيره المكان الوحيد اللي ممكن يعيشوا فيه لسنين طويله دون اي تهديد كان مصر لان قوتها العسكريه واعدادها العسكري كان قوي جدا فيش حد يقدر يجي يقرب على مصر فعاشوا في امان انا انا اسف واخد الجزء وقتنا الاخير فناخد تالت جزء تلت سبب الثالث سبب ازاي تحفظ هذا الشعب في عبادته للرب تحطه في بلد ما يسمحش ليهم بيعبدوا الاوثان لو قاعدين في كنعان كانوا عبدوا الاوثان ودي كانت التجربه بتاعتهم كلهم يعبدوا البعل والعشتروث والاخر لكن لما راحوا مصر المصريين عندهم اعزاز بالهتهم فمش بيشاركوا الديانه المصريه الديانات المصريه ليست ديانات تبشيريه اه كويس وبالاخص ما يديهاش العبيد المصري بيعتز لانه دي شوية. مركز قوته آه. هي دي المركز القوه بتاعته م. فما يشاركش فيها فقعدوا في مصر محتفظين بعلاقتهم بالرب يهوى طول هذه السنين ما اتفرضش عليهم ما اتفرضش اه. عليهم ولا ما ت... مجربيش انهم يعبدوا الهه ثلاث اسباب أخرى. مهمين جدا بجاوب على جاية. السؤال اللي حضرتك كنت بتبحث عنه من وانت صغير <تصفيق> 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 وعرفتهم اكيد بعد مجهود بنقولهم <applause> بسهوله كده <applause> انا بشكرك يا دكتور اشرف يا احنا كان لسه في جزء مهم جدا مش هقول عنه إيه اللي انا اللي, اللي انا حبيته اكتر لكن هنبدا بيه الحلقه اللي Business جايه و. بشكركم كل احبائنا وكل اللي دخلوا في اسئله وفي مداخلات تليفونيه نشكركم على متابعتكم لبرنامجنا عبر الكتاب اراكم في الحلقه القادمه ولكم مني كل الشكر ربي معكم